يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللي بيمشي له لكاهن أو عراف ويصدقه فهو كافر بالقرآن والسنة، كافر بالله. يبقى دي جريمة خطيرة وذنب كبير جدا، وهو الذهاب إلى الكهان والعرافين. الكهان والعرافين دي منو؟ الكاهن قالوا ده اللي بيخبر عن المستقبل وعما في النفس والقلب، والعراف قالوا اللي بيوري عما كان الحاجة المسروقة، وقالوا هما الاثنين شيء واحد برضو، ده قول تاني. يعني في النهاية الكاهن والعراف الليلة بنسميهم ست الودع، دي كاهنة وعرافة، وبنسميه الفكي، ده كاهن وساحر وعراف، واللي بيفتح الكتاب واللي بيعمل البخرات للنساوين، يجيب المرأة ومعاه اثنين يكونوا مجارمة يغطوها بالبطانية أو بالملاية ويعملوا لها البخرات أو بخورها بالشطة أو محايات أو حجبات، فدير كلهم كهان وعرافين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيمشي لهم كافر بالله عز وجل، بيمشي لهم بيصدقوا، ده اللي بيمشي وبيصدق. طيب اللي بيمشي وما بيصدق ده رعاية ساي بعيونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله ما يقبل له صلاة 40 يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني 200 صلاة الله ما يقبل منه. ليه؟ لأنه مش مشى سايمة أو مرة مجد مع النساوين سايمة وما مصدقة، فدي ربنا ما يقبل لها صلاة 40 يوم. العلماء قالوا إذا كان حكم الزول اللي بيمشي للفقيه أو شيخ الطريقة أو الشيخ عشان عنده حاجة رايحة، أو المرأة ما زال الراجل يعرس فيها، أو إلى آخره، أو دار يزيد رزقه، أو دار ولده ينجح، إذا كان الزول اللي بيمشي لهم يكفر به الله ويصدقهم، كيف بالفكي ذاته الشيخ ذاته اللي بيمشي له وبيصدق وكافر هو ذاته كيف الشيخ؟ لا شك أنه كافر بالله عز وجل. فيبقى يا جماعة الناس زي الناس دجالين وناس محتالين، حتى لو قال لك أنا بقرأ لي قرآن كذابين، القرآن ده أقري في البيت ما تمشي لزول. ليه؟ لأنه ده أول حاجة بيضيعوا الدين، ثاني حاجة بياكلوا قروشك، ثالث حاجة بيتضرروا بمرضوك وقد يقتلوك عديل، فناس مجارمة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من سحر أو سحر له، الزول اللي بيعمل السحر الرسول قال ما مننا، واللي بيمشي عشان يعمل ليزول برضه قال ما مننا، أو تكهن أو تكهن له. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر الله ما بيقبل منه لا صيام رمضان ولا الصلاة ولا الحج ولا إطعام المساكين ولا بر الوالدين، فيبقى الإنسان يبعد من هؤلاء الشيوخ والفكهاء والسحرة
ناس البخرات والحجبات والمحايا. والشرك بيعملوا ده ذاته شرك، لأن البخرة ذاته بيكتبوا جواها أرقام ونجوم وحاجات، يقول لك ده خاتم سليمان. كذابين كذابين، ده ما خاتم سليمان، لقوا سليمان وين؟ ده شغل بتاع شياطين وجن. وكذلك الحجاب اللي بيكتبوا والبيعلقوا على الشفع، كله شغل شياطين، وده شرك بالله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فقد أشرك. اللي بيعلق له حجاب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مشرك، يعني ما يدخل الجنة أبدا، لأن ربنا عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمشرك ما عنده صلاة ولا صيام ولا حج، حتى لو صام صلى وحج ما عنده، الله ما بيقبل منه. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالناس يحذروا هؤلاء، ما يمشوا لهم. طيب نعمل شنو؟ نتوكل على الله ونفعل الأسباب الشرعية من أذكار الصباح والمساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا الإنسان أصبح بالصباح يقرأ سورة قل هو الله أحد كاملة 3 مرات. كم مرة؟ 3 مرات، 3. ويقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، السورة كاملة، 3 مرات. وسورة قل أعوذ برب الناس، 3 مرات في الصباح وفي المساء. قال: تكفيك من كل شيء. ثاني زول لا يحتاج يمشي لشيخ ولا فقيه ولا يحوطه ولا يحوط له بهيمته ولا بيته ولا عياله. ده الحجاب الشرعي، إنه الإنسان يقول الأذكار الشرعية زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصباح والمساء. ثاني ما بيصيبوا حاجة، لا بيصيبوا شر، والخير كله بيجيوا إن شاء الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر، فانصرنا على القوم الكافرين. آخر آيتين من سورة البقرة البقراهم في ليل، كل ليلة ربنا يكفيه من كل شيء. كفتاه، العلماء قالوا كفتاه من الشر، وكفتاه قالوا كفتاه في جلب كل خير. يعني إذا قريت الآيتين دي الأخيرات من سورة البقرة بالليل في كل ليلة من المساء وأنت ماشي، ربنا يكفيك من كل شر دار يضرك، ويديك كل خير ويكفيك منه، يبقى الموضوع شنو؟ انتهى. فمن الشرك أيضا قلنا الحجبات والبخرات، ومن الكفر المشي للشيوخ تصديقهم، ولا عندي غنماية رايحة أو عندي ذهب رايح أو عندي موبايل رايح، وريني مكان وين. حتى لو وراك مكان وين وصدق، هو ما بيعلم الغيب، لأنه ما بيعلم الغيب إلا الله. ربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب ده ما بيعلمه إلا الله، براو لا شيخ لا فكي لا سيم رماد، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لكن إذا قال لك حاجة وطلع الصحيح، ده زور شغال مع الشياطين، والشياطين ذاته ما بتعلم الغيب. ربنا قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، لكن الشياطين بيركبوا فوق، بيمشوا على السحاب فوق. الفقيه ده برسله، ما فقيه نجس نجس، ما بصلي أو بيصلي لكن ما بصوم رمضان، نجس عفن،
الشياطين بيتعاملوا معاهم لأنه ذو النجس مشرك، يقوم بيرسلهم بيطلعوا فوق السحاب يسمعوا كلام الملائكة الأوحوا ربنا لهم إن فلان يحصل له كده، فلان يحصل له كده، فيقوم الشياطين يكلموا بعض بعض لحد آخر واحد تعد، آخر واحد يجي لأبوك الشيخ ذاته يكلمه يقول له فلان حصل له كده، أنت لما تجي يقول لك أيوه أنت اسمك كده وحيحصل لك كده. أول حاجة الرايحة بالمكان الفلاني، الناس يقولوا أوه ده ولي كبير وزول صالح، لا ده زول دجال وكافر بيتعامل مع الشياطين، وما بيتعامل مع الشياطين إلا يبول في المصحف أو ينجس المصحف بالدم الحيض أو بالبراز أو بالبول أكرم الله السامعين، أو يزني بأمه والعياذ بالله، أو ما يصوم رمضان، أو يترك الحج، أو يترك الصلاة، وغالبهم بيتركوا الصلاة مجار مقبال، يقول لك ده ذو الصالح ونحن من، يقول لك نحن أشراف من أتباع الرسول، كذاب ساكت دجال محتال محتال. شوف حتى لو كان أنت من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك تبقى فكي، وما معناته أي زول من أتباع أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم معناته زول صالح، أبو لهب ده ما عم الرسول صلى الله عليه وسلم صالح ما صالح، أي زول بيعمله، ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فعلى النسوان يتقوا ربنا والرجال برضو يتقوا ربنا، ما يمشي لأي زول دجال ولا فكي ولا شيخ طريقة، ولا يمشي لأي شيخ يقول تدينا الجنة وتسوي لنا وتفعلنا، الجنة والولد ما بدي إلا الله. ربنا عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالبيت جانا ربنا ما الشيخ، وأي ذول بيعتقد أنه الشيخ بيت جانا ده كافر، الشيخ عنده مصنع أولاد ما عنده حاجة، مرة تلقى الشيخ ذاته ما عنده جنة، والشيخ ما بيعالج كذاب تبخراته من حياته كلها شرك وكلام فاضي، لأنه الشيخ ذاته لما يمرض بيمشي يتعالج في أمريكا، لو كان بخراته بيتعالج كان شربه في حلقومه وبقى كويس، لكن لأنه عارف نفسه كذاب يديكم انتوا البخرات ويسافر يمشي يتعالج في ألمانيا زي ما هو حاصل الليلة وقاعدين نشوف كثير. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويقابل ربنا بعقيدة نظيفة ما يشرك بالله عز وجل شيء، ويبعد من الشيوخ المحتالين الدجالين اللي ياكلوا اموال الناس بالباطل. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال، السؤال الأول ما حكم تعليق الكمون والحجبات على الأطفال من العين؟ تعليق الكمون شرك بالله كفر، ما في كمون بيحملوا طفل من العين ولا حجاب ما في، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه تميمة، قال من علق تميمة فقد أشرك، مشرك الإنسان اللي علق هذه الأشياء. والطفل ده لما كان في بطن أمه كان حارس منه قعد 9 شهور ولا ما كده، قال كان حارس منه، هل طلع بكمون؟ هل طلع بحجاب؟ لا، خلاص الحرس جوا بطن امه بيحرسوا برا. نعم. السؤال الثاني ما حكم من ترفض الحجاب؟ ما هي عقوبة من خاصم الأهل؟ ايوه، ما حكم من ترفض الحجاب؟ الحجاب يعني يقصدون الحجاب الشرعي بتاع النساوين اللي بيلبسوه يعني
العباية والخمار والنقاب وكذا يعني. الحجاب واجب، ربنا عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمرأة المسلمة واجب عليها تلبس الحجاب، واجب عليها تلبس الحجاب الشرعي الواسع الفضفاض الما مريح، ما في ريحة ولا في زينة ولا هو ضيق، زي ما قعدنا نشاهد الليلة البنات في الشوارع إلا من رحم الله مشيات عرايا لابسات هدوم لكن ضيقة الواحدة زي العريانة، فدي ما بتدخل الجنة اللي بتلبس وتتبرج تلبس لبس ضيق أو مشرط مفتح من تحت، دي ما بتدخل الجنة ولا بتشم ريحتها زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السؤال الثالث: ما حكم الحد على غير الزوج فوق 3 أيام؟ طيب، الحداد بالنسبة للميت، المرأة إذا مات أبوها أو أخوها أو ولدها يعني ما مات زوجها، ما بجوز لها تحد أكثر من 3 ليالي يعني 3 أيام، إلا الزوج بتحد عليه 4 شهور و10. إذا حدت على ابنها المات أو أبوها المات أو أمها أكثر من 3 يوم فهي عاصية لله عز وجل ومذنبة وعلى ذنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قال: ما حكم المرأة الحامل والمرضع في رمضان إذا أفطرت فتصوم تقضي ولا تطعم؟ الصحيح تطعم عن كل يوم مسكين مد قدر مليت يدين الاثنين من الدقيق لكل مسكين عن كل يوم، أو طعام مطبوخ لـ30 مسكين وممكن نجمعهم 30 وممكن نفرقهم المساكين الليلة 5 بكرة 10 كده لحد ما يتموا 1.25 كيلو لحد 1.5 كيلو، لكن أحسن بالمود لأنه الدقيق ذاته تقله ووزنه يختلف، لكن باليد كده أسرع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، نحن على سفر إن شاء الله. جزاكم الله.